طيب هقول لكم على وصفه الباوند كيك عشان نبتدي فيها وندخلها الفرن معانا. لمقادير الباوند كيك، هي ليه اسمها باوند كيك؟ هي علشان هي بتبقى دسمه مبدئيا. الانجليش كيك والباوند كيك من الكيكات الدسمه جدا، بيبقى اساسها كان بتتحسب زمان بالباوند، كله باوند باوند باوند، يعني باوند زبده، باوند سكر، باوند دقيق. تمام، انا مغيره فيها شويه صغيرين عشان تبقى مظبوطه اكتر معانا. هقول لكم على المقادير. معانا كوبايه زبده طريه يعملوا 200 جرام، كوبايه سكر ناعم حبيبات يعملوا 200 جرام، 4 بيضات، كوبايتين دقيق يعملوا 250 جرام تقريبا او 260 جرام، نص باكو بيكنج باودر، رشه ملح، فانيليا، بشر ليمونه ودي اختياري، وعصير ليمونتين، دول اختياري الليمون ده بس بيدي طعم حلو جدا. للزينه معانا سكر بودره منخول ونعناع طازه وشرايح ليمون او اللي انتوا حابينه تزينوا بيه زي ما تحبوا. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا اول حاجه بنخلطها مع بعض. الزبده تكون طريه او سايله، يعني واحده من الاثنين، وعليه السكر ونضربه، وبعدين ننزل البيض. هنزل عليه الفانيليا، عصير الليمون، يبقى الفانيليا وعصير الليمون. هنيجي بقى بعد كده هنحط على الدقيق، هنحط البيكنج باودر، نقلبه وننزل، ما ننساش رشة الملح. هننزل بشر الليمون، وزي ما بقول ممكن برضو تغيره، يعني ممكن مكان ليمون يبقى برتقان، ممكن يبقى اتجاه تاني خالص يبقى قرفة، قهوة، يعني النكهة اللي انتوا حابين تحطوها حطوها، ينفع جدا. ممكن اول سبايس اللي هي حبهان وجوزة الطيب وقرنفل وقرفة وجنزبيل والكلام ده كله برضو بيدي نكهات حلوة جدا. هنضرب ده بقى مع بعض. تمام، كله كده اتخلط معانا. هأكد بس ان كله فعلا اتقلب كويس جدا. الكيكة دي من الكيكات اللي تستحمل فيها بقى فواكه مسكرة، مكسرات، وما تسقطش فيها لانها تقيلة الى حد كبير، فبتستحمل انها تشيل فيها الفواكه المجففة والمسكرة والكلام ده كله، يبقى حلو في نوع الكيكة ده غير كيكات تانية. بنجيب بعد كده صينية بندهنها زيت او سمنة، السمنة بيبقى احسن كمان شوية في دهن الكيك القوالب. للناس اللي عندها الاداة اللي انا بفك بيها ووريتها لكم دي، هوريها لكم تاني. للناس اللي معاهم الاداة دي مش محتاجين يحط ورقة زبدة من تحت، لكن الناس اللي ما عندهمش يفضل يتحط ورقة زبدة من تحت علشان تفك معاهم اسهل. الأداة اللي اقصدها اللي هي دي كانت بتيجي مصر كتير جدا في الاول، دلوقتي ما بقاش. نفسي يعني الناس اللي بتستورد الحاجات دي تجيبها تاني بصراحة، دي بتفرق جدا في تطليع الكيك، يعني دي بسهولة قوي بقدر ادخلها اهي، بقدر ادخلها في الكيكة، هي رفيعة خالص، فبصوا بتتعوج ازاي معايا، بعرف ادخلها في الطرف وابتدي ان انا ايه اسلكها بسهوله،
ما بتأثرش الكيك خالص، وهوريكم دلوقتي بالظبط انا هعملها قدامكم عشان نشوف مع بعض. في الحالة دي مش محتاجين ورقة زبدة من تحت. معانا تليفون. اسماء، ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا اهلا، ازيك؟ اهلا بيكي. كل سنه حضرتك طيبه والعاملين بالبرنامج بمناسبه العام الهجري الجديد. ايه، كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي والجميع طيب يا رب. وتيتا وخلاني وخالتي وجدتي بكفر الصهبي. وعايزه اعرف، هو عايزه اعرف طريقه الكيكه بالقهوه. حاضر حاضر حبيبتي، شكرا. وهو يوم المشروبات بتاع الدايت، هو بحط سكر ولا عسل؟ يوم المشروبات بتاع الدايت بتحطي سكر خالص، بتحطي ممكن شوية عسل، يعني على اليوم كده تفرقي مثلا معلقتين كبار او ثلاثة عسل بالكتير قوي، مش اكتر من كده. شكرا على المكالمة. بصي، الكيكة دي تنفع جدا تبقى بالقهوة وطعمها هيبقى حلو قوي. بتحطي معلقة كبيرة او معلقتين كبار من الاسبريسو وتدوبيهم في شوية مية صغيرين، وده يكون مكان الليمونتين المعصورين. تمام، هتبقى معاكي كيكة قهوة حلوة قوي. هندخلها بقى الفرن، نكون محقق 180 درجة قبل دخوله بحوالي 10 دقايق. والقالب فاتح ألومنيوم زي ما احنا شايفين، بيفرق جدا معانا. تمام، هوريكوا بقى. انا قسمت الكيكة على، ممكن تعملوها على قوالب صغيرة، يعني انا دي عملتها على قالب صغير خالص 18، ويبقى اعلى شويه معايا، او تعملوها كده برضو بس على اتنين، يعني الافضل يبقى على اتنين لو عايزين تعملوا تورته عاليه، لكن لو مش عايزين يبقى استكفوا بواحده فقط، والحجم في ايديكوا انتوا، يا 18 يا 22. بصوا بقى بفكها ازاي. عايزه اوريكم بس الاول، هي مش فكه معايا، اهو اهو الكيكه اهي مش فكه اهي، ما انا بس دهنا القالب بس انا مش فكاه، خلاص دهناه بس مش فكاه. هعمل ايه بقى؟ بجيب الاداه دي، ويا رب يا رب اللي بيستورد يكون بيسمع، دي كانت بتيجي كتير جدا في مصر، بتفرق قوي، ما اعرفش اعيش من غيرها. بصوا اهي بس فكت، واي حاجه تانية بتجرح معايا، يعني لو سكينه بتجرح، لو اي حاجه، لانها مش بتخش لي لتحت دي. بصوا بدخلها تاني مع بعض، بدخلها كده واروح ضغطه لتحت، بتروح نازله لي تحت فكاه بس، فممتازه يعني، مش ممكن يعني، انا نفسي 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 تنزل تاني. لما رحت اسبانيا على فكره دورت عليها ما لقيتهاش برضو، مش عارفه في ايه، بس يا رب ان شاء الله تنزل تاني. تمام، يبقى كده معايا اتنين. هنبتدي بعد كده نزينهم. هجيب بس اطباق. احنا معانا تليفون. مروة، يا مروة. ألو. أهلا يا مروة، ازيك؟ أنا بحب حضرتك جدا. يا حبيبتي تسلميلي يا رب، أهلا بيكي. أنا متبع العشر نصايح بتوع التخسيس وماشي عليهم ومتابعهم يعني. طب الحمد لله، ده شرف ليا، اتفضلي. وخسيت دلوقتي حوالي 2 كيلو. طب حلو، من امتى ابتديتي؟ من امتى؟ يعني حوالي يعني من نص شهر كده، يعني من الشهر اللي فات تقريبا. تمام، كملي قولي لي، عندك سؤال؟ لا انا كنت بس بسلم على حضرتك. تسلمي لي يا رب يا حبيبتي، انا جايه لك حالا، استني. ما عندكيش يعني اي سؤال؟ لا. نورتيني يا حبيبه قلبي، شكرا على المكالمه، وكملي على السبع خطوات، وان شاء الله يا رب هتخسي اكتر واكتر. تمام، احنا دلوقتي بقى هنبتدي نعمل مع بعض الباتر كريم، او اللي هو الزبده، الكريمه الزبده، علشان برضو نبقى كملنا. احنا بنعمل الاسبوع ده كل الحاجات ليها دعوه بالكيكات والكريمات والكلام ده كله، يبقى معانا اساسيات عشان نقدر نشوفها على يوتيوب دايما، عشان بتسال عليها كتير. طيب، للباتر كريم او للكريمه الزبده معانا نص كيلو من الزبده الطريه، عليهم كيلو سكر بودرة منخول، دايما الزبدة نص معيار السكر، معانا عليهم حوالي نص كوباية لبن او مية، يبقى عشان حسب اليونة اللي احنا عايزينها، ومعانا فانيليا ورشة ملح. تمام، ده اساس زبدة كريمة الزبدة، اللي هي بقى مهمة في ايه؟ دي اساس بيتعمل منها بقى، بيتحشي بيها، بيتغلف بيها، عجينه السكر هي اللي بتبقى احسن حاجه على الباتر كريم. ممكن على الجناش برده، بس الباتر كريم ده اساس.
معانا ممكن يبقى فروستنج مثلا للكب كيك نزين بيه، ينفع نضيف له كريمه خفق، ينفع نضيف له رويال ايسنج اللي هو مارينج مضروب مثلا، ينفع نضيف له دوت، بيتضاف له حاجات كتير نلعب فيها، ممكن يتحط له كريم تشيز يتحول لكريم تشيز فروستنج، فهو ليه حاجات كتير، فده اساس معانا نبقى عارفينه ونقدر ان احنا نزود عليه بقى حاجات وننكهه ونعمل فيه بعد كده. احنا الاسبوع اللي فات عملنا كريم باتيسير كريمه الحلواني وقلبناه لكريم ديبلومات، وهنعمل برضو ان شاء الله الويبين كريم العادي، كل حاجه يعني كل الاساسيات الاساسيه البسيطه خالص دي الاسبوع ده نقفلها ان شاء الله. طيب الزبده معايا اهي بتكون على درجه حراره الغرفه، بضربها كويس لغايه ما تبقى كريمي زي ما احنا شايفين كريميه جدا اهو، ببتدي ازود لها بقى السكر، هنشوف مع بعض. رشه ملح برضو بتفرق جدا في الطعم صراحه، واحده واحده، وتفضل كل ما تتضرب كل ما تدينا قوام احسن، كريمي كريمي وحلو. دلوقتي ده ممكن احط برضو الفانيليا، عايزين ننكهه بليمون اللي انتوا عايزينه، برضو بتقبل اي نوع نكهه واي طعم. ما ننساش برضو نحط فيها الملح، رشه الملح فعلا بتفرق في الطعم جدا اهو. لغايه ما اخلص الكميه بتاعتي اللي معايا، وبعدين افككها برضو بشويه لبن او ميه حسب القوام اللي انا عايزاه. دي بتتشال كويس جدا في الثلاجه وبتعيش شهور، بتعيش على الاقل 3 شهور في الثلاجه في علبه محكمه. نطلعها نسيبها بس تفك على درجه حراره الغرفه ونكمل ايه استخدامها عادي. بتعيش ليه كل ده؟ عشان فيها نسبه سكر عالي، فبتحميها من انها تعمل اي عفن او كده. شايفين كل ما بضربها كل ما بتديني قوام حلو جدا. تمام، بنشوف بعد كده بقى زي ما قلت اذا كانت محتاجة لبن مية حسب ايه القوام اللي احنا عايزينه. انا شايفه قوامها حلو مش محتاج، لكن نعمل حساب لو ساعد شويه انها ممكن تمسك معانا اكتر. انا شايفه حاليا لاستخدامي ولدرجه حراره الجو دلوقتي مش محتاجه ان احنا نحط لبن، بس برضو ممكن نشوف مع بعض احتياطي قوامها عامل ازاي، تتضغط بسهوله ولا هتغلبني في الضغط، يعني ممكن نزود لها شويه بس عشان ايه يبقى برضو ايه عملنا اللي بالوصفه اهو. نزود لها كده ربع كوبايه، ننزل تاني، دي تشكل بيها وردات حلو قوي بقى على الترط اهو. شايفين نقلب بس بشويش وبعدين نقلب اسرع بس كده. تمام، نشوف بقى القوام تاني مع بعض اهو، كريمي اكتر، هش اكتر، فلافي كده، وده احنا عايزينه. ده يتحط بقى في كيس حلواني عشان نقدر ان احنا نزين بيه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع بعض، اكون حطيت ده في كيس حلواني ان شاء الله.
اهلا بيكم معايا من الفاصل. احنا دلوقتي بقى هنكمل بقى التزيين للباتر للباوند كيك بالباتر كريم. طبعا هي دسمه جدا فانا مش هحشي طبقات، انا يا دوبك هنزين، هحط بس حته تحت. بس شايفين بتعمل وردات حلوه ازاي؟ دي اللي احنا لسه حالا عاملينها اهو، حطيتها في كيس حلواني بتعمل معانا وردات حلوه جدا. انتوا بتظبطوا قوامها. هحط بقى عليها اول كيكه، تمام. انا بس عشان عايزه اعليها، ممكن خلاص اقدمها كده وتتقطع، هي اصلا دسمه مش محتاجه انها زي ما بقول ان احنا نقعد لسه يعني نحشي فيها. بس انا هعمل طبقه تانية. كده عشان احط عليها دي، نقطع بس الحته القبايه. واحده طلعت لي بقبه والتانيه لا، مش فاهمه ليه. فعلا يعني انها نفس الوصفه نفس كل حاجه نفس الفرن، بس واحده طلعت بقبه والتانيه لا. عادي يعني بتحصل. بصوا قوامها من جوه عامل ازاي، هي بتبقى مائله الى الصفار اكتر عشان نسبه الزبده عاليه فيها، وريحه الليمون طبعا بتبقى حلوه قوي فيها. بس كده نحط دي فوق دي. بس وينفع ان احنا بقى نزينها من بره ونرش عليها سكر البودره وبس كده. انا عايزه ارش على الوش الاول سكر بودره، ونحط لها ليمون. نعملها بالطريقه دي. ايدي بتاكلني ان انا اعمل وردات. مش قادره. الوردات اللي احنا عارفينها بقى حاسه هتبقى حلوه فيها قوي. يعني نحط سكر بودره الاول، وبعدين نعمل لها الوردات كده لغايه ما نوصل لفوق. ايه رايكم؟ عشان هي الكريمه الزبده حلوه جدا في الشغل. اول واحده بس، وبعدين نظبط بعد كده. هوريكم تاني، هجيلكم دلوقتي اوريكم ناحيتكم. تمام، نعمل بقى مع بعض، نضغط وبعدين بنروح لافين كده. تمام، هي دي بس واحدتين مظبطوش، بس هنقفلهم دلوقتي. تاني بضغط واروح رايحه لفه لفايه كده حواليها. تمام، تاني بضغط واروح لفه بالشكل ده حواليها. طيب لحظه واحده بس عشان الكيس اصلا مزفلط في ايدي جدا من زيت من بره، فمحتاجه ان انا امسحه عشان اعرف اتحكم فيه احسن. تمام، تاني بقى انا هعمل صفين بس، مش لازم نقفلها لغايه فوق، او نشوف مع بعض لانها احلى لو لغايه فوق. بس انا عايزه اغطي الحته اللي في النص. معانا جميلة، يا جميلة. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. كنت عايزة اسأل حضرتك عن الصيام المتقطع. عن الصيام المتقطع، تمام. وفي حبوب كده بتتباع بتسد الشهية. لا ما بنصحش انا بأي حبوب، اي حبوب دايت مش بنصح بيها. الصيام المتقطع اللي تقصدي بيه ايه؟ معلش. اللي هو بنفطر من 12 ل 8 والباقي اللي بقى صايمين. بتفطري من 12 ل 8؟ من 12 ل 8 اللي هو من الظهر يعني تقصدي لغايه 8 بالليل؟ وبعد كده ميه وبس.
قصدك الصيام العكسي تقصدي اعتقد الصيام العكسي. طيب حاضر هجاوبك. انا الصيام العكسي بنصح بيه جدا، اللي هو مش من مش بالمواعيد اللي قلتي عليها دي، لا انا يعني احسن مواعيد اللي هي ايه بقى، هقولك اللي هي بالظبط من الساعة 6 الصبح لغاية 5-6 بالليل، ده تاكلي فيه عادي، وبعد كده ما تاكليش، تصومي بقى من 6 لغاية 6 الصبح، يعني 6 بالليل لغاية 6 الصبح، ده احسن حاجة، ده يخسس جدا ان شاء الله. بس يعني تاكلي برضو تلتزمي بالسبع خطوات، ما تاكليش اللي نفسك فيه طول اليوم يعني، وبعدين تيجي بقى بعد كده يعني هتفرق معاكي، بس مش هتفرق معاكي زي ما لو عملتي سبع خطوات. شايفين انا مش هوصل بقى لغايه فوق، بس يعني هي بس كده خلاص بقفلها، عشان برضو ما تبقاش برضو كتير قوي زبده وهي اصلا دسمه، فمجرد بس شكل جمالي نقفله صفين. كده وناقص واحدة بقى، ونقفل بقى اي فراغات هنقفلها مع بعض برضو عشان ما يبقاش فيها اي فراغات من الكيك، بضغطة بسيطة جدا بنقفلها. تمام بنشوف بقى مع بعض، هنا في شوية فراغات. هو شكل مختلف برضو. تمام بتهيألي كده اتقفلت. طيب من فوق بقى هنعمل ايه؟ انا شايفة ان برضو يتعمل زي حاجات بس تربط معانا، ممكن نعمل وردات بسيطة جدا من فوق كده اثبت عليها الايه الليمون اللي معايا، هي طبعا عشان احنا حطينا سكر بودره فايه ما بتثبتش بقى على طول، لازم ننزلها بس كده مع بعض. دي هتثبت لي بس الايه الشرايح الليمون كديكور. تمام احنا كده دي خلاص نثبت بقى شرايح الليمون عليها. ونبقى كده نعتبر دي عايزة واحدة أكبر. وآخر واحدة. حاضر. وإيه كمان آخر حاجة بس لو حطينا ورق النعناع. بس كده نحط بقى نشوف لها ورق النعناع، ممكن نحطه هنا في النص هيبقى شكلها حلو قوي، او في الطرف ممكن طرف كل واحده هشوف.